أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في حديث امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما في الصحيحين في الخلع أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أكره الكفر في الإسلام، والمقصود كفران العشير، فما الجواب على ذلك مع قاعدة أن الكفر إذا عرف كان أكبر وإذا نكر كان أصغر؟ يا أخي أنت فسرته لنا وريحتنا، تقول الكفر بالعشير، ما هو بالكفر، الكفر بالدين، ما هو بالكفر بالدين، وإنما هو كفر بالعشير فقط، من مثل كفر النعمة مثلا. نعم.